الله تعالى وبركاته صديقاتي أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت نقدم معكم خبزة معمرة على شكل محنشة بعجينة البوراك التركي. غادي تجي أكثر من رائعة. نخليكم تعرفوا على المكونات، واللي غادي نحتاجو 200 مللتر من الحليب، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز الجافة، ملعقة كبيرة دانون طبيعي، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، وغادي نحتاجو بيضة. غادي نفصلو البياض عن الصفر البيض، حيت الأصفر غادي نحتاجوه فقط للدهن، والبيض غادي نحتاجوه في العجينة. بالنسبة للفرينة فغادي نحتاجوها حسب الخليط ديالنا. غادي نجيبو الإناء اللي غادي نعجنو فيه. غادي ندفو في الأول الحليب، كذلك 100 مللتر من الزيت، نسيت ما وجدتهاش في الأول مع المكونات. غادي ندير خميرة الخبز، وغادي نضيف الملح، السكر، بياض البيض، ودانون ملعقة كبيرة، غادي نديرهم في العجانة اللي غادي تعجن. بالنسبة للدقيق غادي نبقى نضيف شوية بشوية حتى يتجمع لي الخليط، وغادي نخليو العجينة ما تكونش قاسحة وما تكونش جارية في نفس الوقت، كتكون عجينة اللي تلتصق. كما قلت لكم غادي نديرها تعجن، وهي تعجن وانا كنضيف في الفرينة ديالي. عفوا غادي نقطع الفيديو حتى تعجن لي العجينة، باش هكا ما يكونش الضجيج في الفيديو. كما كتشوفوا هذه هي العجينة اللي حصلنا عليها، خصها تجي بهذا الشكل. الان غادي نغطيها وغادي نخليها تختمر حتى يضعف الحجم ديالها لواحد المدة ديال ساعة، في حين هي غادي تكون تختمر حنايا غادي نمشيو نوجدو الحشوة. خليكم معايا باش تشوفوا الحشوة اللي غادي نوجدها. بالنسبة للحشوة كتبقى اختيارية، ديروا اللي بغيتو، يمكن لكم ديروا كفتة، ديروا اي حاجة. انا اختاريت ندير لاداند. عندي هنا البصلة مقطعة مربعات صغيرة، وكذلك قطعت واحد الفلفلة مربعات صغيرة. عندي هنا يا المعدنوس، حبة كحلة، الملح، فلفلة حمراء، وشوية زعفران. غادي نجيب مقلة، غادي ندير في الاول البصلة تشحر فوق النار هي وهذا الفلفل حتى يدبلوا مزيان، وغادي نزيد نقلي عليهم لاداند، ونرجع معاكم فاش يوجدوا لي باش نعمروا العجينه ديالنا. صافي هنايا كما كتشوفوا العجينه ديالنا ضعف الحجم ديالها. غادي نحاولوا نخرجوا صافي، وغادي نحاولوا نقسموها على 6. غادي نحولوها
صافي غادي نديرو هكا على شكل كويرات. صافي وغادي نخليو هاد العجينه ديالنا عاوتاني ترتاح واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق باش تجينا ساهله في الخدمه ديالها، وغادي نخليها ترتاح ونرجع معكم ان شاء الله باش نديرو فيها الحشوه. صافي من بعد ما وجدت لنا الحشوه ديالنا وها هما قرصنا الخبيزات ديالنا قسمناهم وخليناهم يرتاحوا، الان غادي نبداو نعمروهم بالحشوه على بركه الله. نحاولوا نقرصهم ما امكن رقاق بزاف، معليش. غادي نحاول ندير الحشوه الطريقة، وغادي نديروهم على هاد الشكل. غادي هادي الان نخليها هنا وغادي نمشي ندير واحدة اخرى بحالها حتى نكملهم كاملين. Thank you.
حمرنا العجين ديالنا بالحشوة غادي نحاولوا هنايا نديروهم على شكل الحنشاف نحاولوا نضغطوا هنايا على هذا القنوت ونحاولوا نحكيوها من التحت باش تشد لنا العجينة صافي غادي نقلع انا الجوانب نتاع هذا مثل كاع ما كان في بالك يدخل خولي في من بعد ما غادي نديرو هكا غادي ندهنوها من الفوق بالصفار البيض اللي خليناه صافي يمكن لكم تاكلوا بها غير هكا ويمكن لكم ديروا الخشخاش ولا كيقولوا لولو انا غادي نستعمل هاد الزراره صافي غادي نخليها عاوتاني كي تخمر تطلع شي شويه واحد 5 دقائق وغادي ندخلها الفران على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة حتى 30 دقيقة ونخرجوها صديقاتي أصدقائي ها هي الخبزة على شكل محنشة ديالنا راها واجدة كما كتشوفوا أنا هنا تحلت لي شوية غير فاش كنت كنجبد المحنشات فاش كنت كنصاوبهم تحلت لي هنا ولكن معليش فعلا كتجي زوينة نتمنى تجربوها غادي نقطع لكم واحد المرصو باش تشوفوا الشكل اللي كتجي عليه كتجي فعلا رائعة سمحولي سمحولي شوفوا كيفاش كتجي بالنسبة للناس اللي أول مرة اكتشفوا القناة ديالي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس هكا يوصلكم أي جديد كنحطو في القناة ديالي والناس اللي دائما متابعيني ما تنسوش تلايكي ولا فيديو غادي نقول لكم شكرا لكم بزاف شكرا للدعم ديالكم نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله إلى اللقاء